دخلك لينا دخلك من وقت انت ما يجيش يا ربي امين. ادرى ماشي ادرى ماشي بوس ادرى تقال في يداتي. السلام عليكم، حنا اختي في الدار الجديده جينا نسيقوا اليوم دويرتنا جيبو قلش جينا نسيقوا اليوم دارنا الجديده. غنشارك معكم مهم نسيقوا الدار، وفي العشيه ان شاء الله غندير لكم فلوق واحد اخر نتلاقاو بسنه غنمشيو نختاروا شي حاجه بالنسبه للدار، وهانتوما معنا نسيقوا بعد الدار ونقيوها عاد باش نشوفوا شنو خاصها. بصحة وراحة. الله يعطيك الصحة والله يخليك ليا ويطول لي عمرك. والله يخليك ديما تشفق راسنا يا ربي انا وبنتي. الله يخليك لينا. الله يخليك من الوقت. الله يخليك من الوقت انت وما يجيش. يا ربي امين. ادرى ماشي ادرى ماشي بوس ادرى تقال في يدها هادشي. Thank you.
سالينا السيجورني وسالينا الصالون والتي عيط يا ليل يا عين حتى الصرت حتى هو تيبري. انا ما كتهمنيش الارضيه حيت ديجا غندير جيرفليكس. دابا وصلنا للبيوت. شوف هادي المزاح معايا. دابا وصلنا للبيوت. انا حكيت الدوش كله 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 راه ما كاينش البولات داكشي علاش ما كاينش الضو داكشي علاش ما كنوريكمش. دابا وصلنا لهنايا لهاد البيت هذا. انا حك ليه الشرجم راه بديت كنحك صافي وعادي لا يحك الشرجم ديال هاد البيت هذا. وداك الشرجم ديال هاد البيت هذا اللي فيه لاله حبي راه فيه لاله حبي خصنا تنساليو نخليو اخر حاجه ما خصناش نديرو نجيوها. عمري يا عمري ساليتيني تويات كاع البلاصه اللي بانوا فيها هذوك دوك الرغوات كتمسحهم. يلا صافي اجي اجي بافو سيليا اجي سيليا بارك بارك ما تخرجيش برا نو تما كخ انا باقي كخ انا باقا ما تسيقش. يلا لا تما ما تسيقش برافو سيليا تتعصر المساحه برافو. يلا نيتوي نيتوي تتعصر وتعاود. المهم انا ساليت راه درت غير ميني نيتواياج كيبان لكم باقي الروين هنايا. درت غير ميني نيتواياج باش ملي نحتاجو اننا نحطو الحوايج اولا يجي السيد اللي غيركبنا جيرفليكس ما نلقاوش مشكل. صافي هادشي اللي كاين غير في البيوت. اما بالنسبه للشيء الاخر باقي هادشي فيه الردم باقي بقيت اي تردم باقي بزاف د الحاجات داكشي علاش درنا غير غسيله خفيفه. يلا مشيو. يلا فرحان شاش كدير علاش؟ السلام عليكم احبابي. المهم كملتش معكم الفيديو ماشي ما كملتش معكم الفيديو كملت معكم الفيديو بلوتو. جيت للدار بدلنا بدلت لسيليا صافي مشينا تلاقينا مع سناء مشينا اختارينا جيفليكس اختارينا شي حاجه للدار وضحكنا ونشطنا ودرنا واحد الحماق ما نقولش لكم غتشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجاي. المهم بالنسبه للدار بحال اللي شفتوا في لا فيديو حيت عارفه غيجيو شي بعضنا وغيبقاو كل يوم ايوا مالك ما جبتي شي وحده اللي تعاونك. شوفوا انا نقول لكم واحد الحاجه انا بالنسبه ليا غنجيب شي سيده غتعاونني. انا من داك النوع الموسوس غتعاونني غتسيق معايا ولا كلشي غادي نعاود موراها ولا نبقى تبعها يتصيبوني نعاود يتصيبوني نعاود. انا خوتي في الوسوس القهري خصني قاد كلشي بيدي. وان بليس انا ما درتش شي حاجه ما درتش زعما شي تسيقه كبيره ولا شي حاجه حيت ديجا الدار باقا غيدير لها دابا جيرفليكس باقا يدير البابي بان في البيوتا باقا ان شاء الله الكوزينه. دابا نشارك معكم الاصلاحات كاملين. المهم راه دابا بدينا قلنا بسم الله شويه بشويه ان شاء الله حتى يتقاد كل شيء شويه بشويه. حنا نقدروا ان شاء الله غير ندير جيرفليكس للبيوتا والبابي بان غادي نقدروا اننا نمشيو نسكنوا حيت الحوايج كيف ما كتشوفوا مجموعين لدرجه انني ما بقيتش لا قيمه نلبس انا لا عادل حيت ديجا حيدنا حوايج الصيف. والمشكله ان الجو تقلب ولا بالنهار كيكون الصاد العشيه كيتحرك البرد الوغ حنا دوك الحوايج ديال الصيف اللي ديجا جمعناهم ولينا كنقلبوا كيفاش نحلوا الكراتون ونحلوا الشوانط ونبقاو نجبدوا وخاصنا باش نستقروا في بلاصه وحده سورتو ان ديك البلاصه اللي شرينا فيها الدار الاخرى راه بعيده على هنايا. وفي نفس الوقت كيف ما قلت لكم هذيك قريبه لعادل كثر بالنسبه للخدمه باش الا كانوا المعلمين ولا كاين البناي ولا اي زعما اي معلم في الدار تكون قريبه ليه بالنسبه للخدمه انه يدي بلاصه من الخدمه اللي عند المعلم. انا حتى انا نكون واقفه على شغلي حيت انا ما عنديش لا يمشي شو يوقف لي على المعلم ولا غيبقى حاضر ليا ولا يبقى مقابل ليا وما عنديش كيفاش نبقى ندي بلاصه من هنا حتى لتما. يعني من الاحسن نمشي تمايا نوقف على شغلي بيدي كيف ما قلت لكم ونشوف الامور كامله كيفاش كتمشى. وبحال هكا ملي كتكوني في البلاصه كل مره كتبلاني وكل مره كتعرفي شنو غتشري وشنو غديرينا وشنو غتحطينا وشنو غتقادينا. هادشي اللي كاين يعني خاصني ضروري نكون في المكان انا وهادي بجوج بينا وسيليا بيان سور. الصراحه كنت باغا ماما تجي تحضر معايا في الظروف على الاقل غير انني ملي نبغي نخرج انا وعلي نتقداو ولا نختاروا شي حاجه بحال اليوم مشينا حنا وسناء غير ملي نبغيو نختاروا شي حاجه ولا هذا تبقى سيليا مع ماما زعما. ولكن ماما حتى هي عندها الظروف ديالها اللي هي كاينه جده شويه عيانه ما تقدرش تخليها بزاف ديال الامور حتى هي عندها بزاف ديال التخربيقات تمايا كتبدل حتى هي بزاف د الحاجات كتقاد شي فراش شي تخربيق وهذا الشيء اللي كاين ما غتقدرش انها تجي في هذا الوقت هذا
داكشي علاش قلت لها صافي حتى من بعد حتى نساليو كاع الاصلاحات باش ما تجيش حتى هي مسكينه تكرفص معنا في ديك الروينه ديال الاصلاحات صعيبه. وتا ماما بحالي من داك النوع اللي فاش كتكون شي روينه في الدار كتمرض نفسيتها كتبقى تقول لا خاصها شي تقاد لا فهمتو كتبقى من نفسيتها عيانه يعني نفسيتها مريضه وقتاش غيسالي ديك الروينه وغتحيد. وصراحه ملي كتكون في جوج بلايص راه دماغك كيتفرق وحق الله. داكشي علاش غادي نمشيو ان شاء الله تمايا. ايوا هادشي اللي كاين دابا راه تقدينا جيفليكس تشوفوا معايا في لا فيديو شنو اختاريت وصافي شفنا المعلم وكلشي خاصو يجي ربما غدو لو بغا يجي يركبو وغادي نمشي تمايا ان شاء الله. هادشي اللي كاين بالنسبه لا فيديو ديال اليوم كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم وتهلاو لي فراسكم. والناس اللي كيقولوا لي راه شافك شاركي معنا كلشي نشارك معكم كلشي بالاتمينه وبالبلايص منين خديتهم وكلشي كلشي كلشي والاصلاحات وكلشي غنشاركو معكم ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم نهاركم مبروك احبابي بوسه كبيره لكم ما تنساونيش من لي لايك ديالكم الله يخليكم ومن لي كومونتير باي.